ده عبارة عن فرخة، بصل، وبقدونس وكزبرة مفرومين فرم ناعم، يعني ما يكونش باينين خالص. انت ضربهم بزيت صح؟ اه انا ضربهم كمان بزيت في الكبة، بزيت زيتون. اه اوكي. والكبد والقوانص بتاعتنا عشان تسبك لنا المرق. شوية هريسة او بابريكا. اه. وتوم وزيتون اخضر مخلل. اه وجنزبيل، كركم، ليمون مخلل مقطع صغير، وزعفران، وملح وفلفل اسود، والزبده اه والنودلز بتاعتنا. هحط التوابل اللي عندي على البقدونس. تمام، حط التوابل على البقدونس وعلى البقدونس والكزبره، ما نحط الشبت. اه يعني اللي عايز يحط شبت والحاجات دي لا. كركم. كركم، جنزبيل. هتلاقي انه قاعدة البهارات المغربية باينة. آه يعني آه. مش اساسي ملعب. كركم وجنزبيل وطبعا الزعفران وطبعا آه البابريكا. اه البابريكا بس آه اللون عشان النودلز، لكن الفراخ ما بنحط لهاش بابريكا في المغرب. اه فعلا. الا لو حاجة فرن. تمام. والثوم. وعصير الليمون، شوية عصير ليمون. تمام. تبتدي تحطي بقى الخليط ده جوه وبره و ما بتتعد تحطيها الزبدة في الآخر؟ آه الزبدة ده لو للوش بس. فيها زيت زيتون. اه دي فيها زيت زيتون خلاص. حطي آه. عليها قاعدة. أنا هحط بس الفرخة وهجهز، أبتدي أجهز النودلز عندي. أوكي. عايزة بولة تحطيها فيها؟ لا هو حلو الطبق ده عشان نستغل ال كله يدخل في بعض. اه حسب الرغبه بقى. اه حسب الرغبه، ومش عايزاها يعني النودلز ياخد اللون. تمام. وهناخد الزيتون. ممكن الزيتون تفرميه، يعني انت هنا انت ممكن تبقى حجمه اقل من كده. اه النودلز دي بتجيبيها النودلز الصيني؟ الصيني، وبنقعها في ميه بتغلي مده 5 دقائق تقريبا واصفيها. ممكن اقطعها، ممكن اسيبها زي ما هي. طبعا انا مش حاطه هنا زيت زيتون ولا حاجه، لانه الزيت زيتون اوريدي في خلطه البقدونس والكزبره.